السلام عليكم ورحمه الله، حياكم الله مشاهدينا الكرام، اهلا بكم الى حلقه جديده من مساحه حره. اليوم نتحدث حول الجهود المبذوله فيما يخص قضيه ضبط السوق في المواد الغذائيه الفاسده او المنتهيه الصلاحيه وعدم النظافه في كثير من التي تم ضبطها سواء في المطاعم او في محلات بيع لحوم او حتى في مصانع. ما الذي يجري في بلادنا؟ وهل ما يتم ضبطه هو الذي هو موجود ام انه هناك اشياء اكبر من ذلك؟ نحن في هذه الحلقه لا نريد فقط ان نسلط الضوء على هذا الموضوع من باب ان نسرد قصه انما نريد ان نقف على حقيقه الاسواق الفلسطينيه وماذا يتم ضبطه مع الجهات ذات العلاقه. نرحب واياكم مشاهدينا الكرام في مساحه حره مع ضيفنا المقدم لؤي بن عوده مدير العلاقات العامه والاعلام في ضابط الجمركيه يعطيكم العافيه. الله يعافيك وحياك الله. سيد الكريم نتحدث عن المضبوطات كميات هائله الحقيقه على صفحتكم على الفيسبوك وغير صفحتكم نراكم ميدانيين هنا وهناك في الليل والنهار وغير ذلك. الكميات المضبوطه هي كميات مهوله. ويعني لا يمكن انه يتخيل بني ادم هذه الكميات الموجوده بالاسواق وين بتروح. لحوم، بضائع فاسده، مواد غذائيه منتهيه الصلاحيه، سموم، هذا عدا عن موضوع البنزين وغيره، خلينا نبلش في موضوع المواد الغذائيه. شو اللي بيصير؟ طيب. آه بعد التحيه لك ولكل الاخوه المشاهدين والمتابعين، آه الحديث هو ليس لسرد الحديث ولا لسرد قصه كما ذكرت ولكن هو للوقوف على طبيعة ووضع ثلاث أسابيع إلى شهر شيء اتفق كل الجهات الرقابية ووزارة الاقتصاد ووزارة الصحة ووزارة الزراعة ضابط الجمركية نيابة الجرامة الاقتصادية وكل من له علاقة في هذا الموضوع اتفقوا على أن يكون هناك جهد مكثف للجهات الرقابية في متابعة السوق الفلسطيني وأخذوا قطاع اللي هو المطاعم والملاحم والمواد الغذائية هذا القطاع وهذا الجهد من أجل تحقيق مبدا واحد هو الامن الاقتصادي، الامن الصحي، الامن الغذائي للمواطن الفلسطيني. الذي يهم كل مواطن فلسطيني وكل مستهلك فلسطيني سواء كان مواطن او غير مواطن، بالتالي كل من هذا على يقطن ويسكن على هذه الارض هو يجب ان يتمتع او او ينعم بمساله الامن الغذائي والصحي. لهيك هذه هذا النشاط المكثف انطلق في يوم واحد في كل المحافظات اصفر عن كميات مهوله يعني اذا في يوم واحد أسفر عن كميات مهوله لا هو يوم واحد واستمر تمام يعني أصفر في, في اليوم, في في اليوم ف... الاول عن كميات مهوله نعم هي الكميات ومقارنه و و و مع حجم الزيارات ومقارنه مع حجم السوق من يعني اذا بتحدث عن عدد المحلات الموجوده في السوق كحرف من مطاعم ملاحم مواد غذائيه ومبيعات مبيع جملي بيع مفرق كل هذه الامور مقارنه مع ما تم ضبطه لا يكاد ان يصل الى 2% وهذا انا بحكي اتحدث عن جميع المحافظات وهذا يعني ان السوق الفلسطيني بامان اذا بتحكي انت 2% اللي تم ضبطه او تم توجيه انذار له او تم ايقافه وبالتالي تم توجيه ملاحظات له وتصويب وضعه هو 2% مثلا او تقريبا بالتالي البقيه او النسبه الاخرى 98% هي تكاد ان تكون ملتزمه تفضل لما احنا بنحكي لحوم فاسده لما احنا بنحكي مواد منتهيه الصلاحيه غذائيه لما احنا بنحكي على قضايا متعدده يعني كل هذا الكلام البعض بيحكي لك انه هذا بتدخل في صناعه السندويشات، والبعض بيحكي لك يعني احنا شفنا شيء بصراحه يعني لو ما كان في توثيق بالكاميرا ما حداش كان راح يصدق انه هذا موجود في بلادنا، صح ولا لا؟ طيب هو هو الكميات وحجم وال وال الضبطيات والمضبوط مره ثانيه هو يعني شيء من مقارنه مع ما هو موجود بالسوق ومع السوق ليس ليس بالكثير ولكن نحن لانه احنا بجوز شوي في يعني الشعب مش متعود على عمليه الضبط، الشعب مش متعود انه في انه في مداهمات وفي عمليات ضبط، مهنون. انا بتحدث انه في في مستودع او في مستودعين 12 طن، بتحدث في مستودع 12 طن طن. لحوم مثلا، يعني 12 طن أو. سمك مثلا، آه. آه رز آه يعني خربان آه دجاج خربان يا رجل يعني يعني شو هذا؟ طيب هو هذا هذا شيء حقيقة يعني في خلينا نقول استهتار من اصحاب الناس القائمين على مثل هذه التجاره او اصحاب القائمين على مثل هذا الموضوع، وبالتالي هو هذا الموضوع او يقاس او يعنى بان يكون هناك التزام اكبر لدى التجار الاخرين ولدى المستثمرين الاخرين بحيث يعني انا 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 رسالتي بقول انه اللي بده يفتح له مصلحه يفتح له مطعم يفتح له حرفه اكيد بحط مصاري او بتدخر فيها مصاري كثير وفلوس كثيره، بالتالي يجب ان يراعي شيء، اولا مصلحته، ثانيا مصلحه المواطنين طب موضوع المكسرات مصلحته. احنا يعني في, في هذه الفتره مثلا نعم. موضوع المكسرات، موضوع المواد الغذائيه، موضوع الحلويات كل ذلك بتتابعه؟ نعم هو موضوع عرض عن اخر يعني لكم متابعه في هذه القضيه نعم هو موضوع عرض وطلب، موضوع عرض وطلب يعني انت الان احنا هذا هذا الايام بكثر مثلا عرض على او طلب على آآ آآ النشاطات المواد الغذائيه خلينا نقول، التموين والاكل والمكسرات والحلويات ومن ثم حلويات العيد والى اخره، بالتالي هون هذا هذا الموضوع اذا في عليه طلب بصبح في عرض من التجار. بالتالي في نشاط من قبل الجهات الرقابيه لانه احنا دورنا ننظم عمليه ال ال التقيت بي التقيت باللي عندهم المستودع مثلا اللي فيه 12 آآ آآ طن او من بعد سمعنا انكم كمان لقيتوا كمان 5 طن، يعني احنا بنحكي عن يعني 17 طن مواد فاسده ولحوم وجاج وغيره وغيراته، التقيت فيهم؟ انا شخصيا لم التقي فيهم حتى لما يعني تسال يعني لما تسال حدا مثلا يعني مش انا مش في ميداني انا مش مدير تمام تمام لما انت بتسال حدا يعني انه ليش هيك عملت؟ شو بيحكي لك؟ يعني شوف بالغالب بالغالب يعني وانا من 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 تواصلي مع زملائي ومدراء المديريات والضباط العاملين في الميدان يعني بالغالب هو الأول بدايه يكون يتحجج ويتضرع بذرع او بحجج يعني واهي ولا تمر مثل. لا تمر يعني ممكن يقول لك والله ما بعرف والله ما انتبهت انه مش يعني تاريخه يعني معقول 17 طن بيعرفش يعني والله لا هو عشان نكون واضحين 12 طن في مستودع لتاجر و5 يا سيدي ده ده تاجر طن واحد بيعرفش طن هلا هلا لا لا مو احنا مشان نوضح مشان احنا ما ما نطلق كلمات او عبارات يا سيدي أو كيلو أحكاً. يا سيدي أتاك. كيلو متفقين على, على كيلو هلا هلا هو بدايه اي 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 مخالفه او اي متهم بحاول يمرر و... آه... شو مبرره بعد مبرر... شو مبرر مبرر, مبرر. والله اقول لك ما انتبهت مش قصدي بدات تلفهن انا بكيت بدي تلف يعني بس بعدين انا بكيت من الثاني شوي لما يكون مثلا يعني سنتي وشوي طيب آه. لما مثلا يعني الطن مثلا طن بيجي يعني مواد ماد غذائيه يعني خلينا نحكي مجتاح مثلا زي هيك او كذا تمام أي بس واحد يعني معقول هاي مش مشيوفه يعني في ما حدا شايف يعني احنا احنا بنقول احنا بنقول هذا ما يدعيه في البدايه ولكن احنا مش كل ما يقال هو صحيح تمام احنا دورنا جهة ضبطية بنضبط نتحفظ في جهات اختصاص بتم التحقيق المشترك من قبل الجهات المختصة اه اه مجتمعة وبالتالي هي دورها تحقق فيها بعد من وين مصدر البضاعة وليش هذه البضاعة طيب من أين تأتي أوكي. هذه من أين البضاعة أين تأتي وين بتروح طيب ما هو في أدلة بتثبت أنه هذه البضاعة يتم إعادة تغليفها وضخها بالسوق إذا الموضوع مش موضوع نسبي يعني تروح. هو بيكون فلسطيني لما يدخل مثلا بضاعة فاسدة أنا بدي بدي بس لا, لا بدي نلعب بدي نلعب, بدي نلعب على هذا الموضوع أن يكون فلسطيني يجب على كل فلسطيني أن يكون لا عنده ضمير ووازع أخلاقي ديني مسؤولية مجتمعية تجاه أبنائه وأسرته أولا وثانيا تجاه الموافر. يعني لما تكون بضاعة فاسدة يعاد وانتهي صلاحيتها من خمس سنين يعاد تغليفها وبيعها للناس هون هون يعني الموضوع بده مسؤولية مجتمعية بده أخلاق بده ضمير ويجب أن يكون يعني هو يعني أن 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 يراعي يعني بتروح الفقير من الآخر لا هو شوي ما, ما يعني بتروح لما, يعني لما, يعني لما يعني يعني مثلا لما انت بتحكي على بضاعه فازدة مستحيل تنزل بنفس سعر البضاعه الجديده صح ولا لا بالتالي يعني بتنزل للاسواق ممكن بسعر اقل مثلا دون توضيح اسماء او كذا يعني هذا احتمال واحتمال ثاني انه اذا بعاد تغليفها بتنضخ في السوق كانها جديده وتروح للكل هذا احتمال واحتمال اخر انه توزع لا 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 لا, لا, محل لا يعني احنا احنا لا لا لا, لا نستهدف او نقصد يعني جزئيه أو أو, او او بشكل عام بشكل عام بشكل عام هذه المعطيات بشكل عام هذه هذا 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 هذ ما تم ضبطه بشكل عام هذا ما ما تم طب الدجاج اللي, اللي انتم ضبطوه اخر شيء اللحوم اللي ضبطوها اخر شيء نعم يعني آه وهي فاسده ببساطه باختصار فاسده راي. طيب شو يعني برضه مش شايف انه فاسد طيب هو هذا هذا القضايا هذه القضيه والقضايا الاخرى على جهات الاختصاص تيجي وتقول هل فيش يعني 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 اللي اللي, ما يعني حتى اللي بقول لك مش شايف او مش شايف يعني ممكن الامور تكون بدون قصد في كميات صغيره، ممكن الامور تكون قصد نتيجه انه مثلا المستودع ما بيتم استخدامه تمام. او تم فتحه فتره طويله، يعني في في تحقيقات في الموضوع بالتاكيد حتى احنا نكون واضحين الامور يعني ونكف على, على الامور بشكل بشكل دقيق وفي نصابها القانوني والصحيح من قبل جهات الاختصاص جميعا، هلا احنا اللي احنا الاساسي هو امن المواطن الصحي والغذائي هذا يقودنا هلا نعم. ان كان مقصود او غير مقصود تمام طيب خل... شو ج... نوايا جرميه يعني... او ما في نوايا جرميه احنا بحاجه انه نحقق هذا على رايك على رايك انه احنا خلينا ناخذ حسن النوايا، الزلمه مش شايف، مش شامم الزلمه الموضوع، يعني حرام عنيته صح؟ <applause> الزلمه مش شايف، مناش نحكي في الموضوع 12 طن 14 17 20 الزلمه مش شايفهم عنده قصر نظر ما علينا، خلينا نروح موضوع المطاعم بعد اذنك. انتشرت في الاونه الاخيره عند الناس نوع من انواع الخوف انه يعني المطاعم الله اكبر بدون ما نحدد وين او كيف انه يعني فاسده الا الله اكبر الوضع عندنا صعب الى ما هنالك، شو بتحكي للناس في هذه القضيه بالذات؟ شوف انا بدايه الحلقه تحدثت انه السوق الفلسطيني مستتب ومستقر وباكد مره ثانيه للمستهلك وللفلسطيني وللمستهلك في الاراضي الفلسطينيه ان السوق الفلسطيني مستتب وما زال مستتبا وما يتم ضبطه هو شيء قليل مع نسبة الاشغال الموجوده في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الأرض الفلسطينيه. ناخذ اي مدينه انت بدك يا. اي مدينه فيها على الاقل من 200 وما فوق من منشات مطاعم، ملاحم، مواد سياحيه او مواد لانتاج مواد غذائيه والاستهلاكيه. ما يتم ضبطه هو جزء قليل جدا. تحدث عن مدينه فيها 600 مطعم او 600 منشاه او 600 حرفه وما تم ايقافه او ضبطه هو 10 محلات او عشر مطاعم بالتالي هو نسبه قليله جدا قد يقول قائل هذا اللي ضبطوه ممكن انا بوضح للمواطن الان انا بوضح الان للمستهلك هو عمليه عمليه الجولات وعمليه التفتيش هي مستمره بالتالي يتم اولا تنظيم الجوله على هذا المحل مع الجهات الرقابيه وزاره الصحه وزاره الاقتصاد كل الجهات المختصه بيزوروا محل معاد مثلا معاد انت بعد بعد الزيارة تبين عندك ملاحظة مثلا واحد اثنين ممكن يعني تصويبها خلال ساعات او ممكن الوقوف عليها بالكلام يعني مخالفة عادية مخالفة مش كبيرة اه بالتالي انه بنقول لهم احنا بكره بنرجع لك بنزور المحل يعني انتم في اشياء اصغر من هيك بس ما نشرتوها لانه هاي مخالفة عادية جولات, جولات مستمرة يومية جولات يومية طب مستبرة. بعد اذنك كان يطبخ في الحمام مثلا بيطبخ في يعني في جنب الحمام وفي الحمام بطبخ فاي. طبيعي للناس <applause> هذا, هذا بعد اذنك هذا يعني هذا تحملني في الكلمة يعني شو هون هون في هون في هذه الامور في هذه الامور لا يمكن الوقوف عنها ولا يمكن تجاوزها اذا كانت المخالفه خلينا نقول ضخمه كبيره تضر بالاقتصاد هذا مثلا بعد انك انا يعني كم بتخلف فيما تقريبا فيما يتعلق مثلا انه الحمامات او المرافق الصحيه الخاصه بهذه المنشاه او هالمطعم اذا كانت هذه هذه مخالفه يعني قربها عن على المطعم قربها على مكان اعداد الطعام اذا كانت للاسف تستخدم لتخزين مواد غذائيه هون لا يمكن السكر يعني بالتالي فورا يتم اتخاذ قرار يعني اما نفس... من وزاره الصحه بايقاف عن العمل واما من نيات الجرائم الاقتصاديه باغلاق المحل طب قيل بانه في بعض الجهات او بعض المحلات مثلا في الوطن تم ضبطها وفي منهم يعني كانت الفئران والصراصير وغير ذلك مشاهدين احنا ما بدنا نقرفكم ولكن وبعد فتره فتح سواء كان بعد اسبوع اسبوعين ثلاثه أربعة أسابيع انا بحكي لك شو اللي بينحكي بعد اذنك واحنا جايين اليوم عشان نطمئن وانا بدنا نحط المواطن في طب هي فتح مثلا طب شو طيب من حق كل من كل مستثمر خاصه مثلا بيطبخ في الحمام طيب. هاي هاي ركز لي عليها هلا هلا من حق كل مستثمر أن يعيد فتح محله ومن حق بعد. المواطن أن يضمن نفسه صحته ممتاز وهون بالضبط بعد أن يضمن المواطن صحته وسلامته طب. وأمنه الغذائي طب مين الضامن لا 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 لا, لا صحة وأمن المواطن الغذائي؟ الجهات الرقابية الجهات الرقابية هي اللي أوقفت هذا المحل لأنه مخالف وهي تعيده لأنه التزم بالتالي هل عملية الزيارة وعملية التفتيش والجولات بتتم اذا قلنا انه او اتفقت اللجنه او الجهه الجهات الرقابيه على انه ايقاف المحل المعاد مثلا بعديها بتيجي اللجنه بتنظم زياره بتقول له امل واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه بيعطوه مهله واكبر اكبر مهله ممكن كانت خلال الجولات الاخيره ممكن اسبوع ل 10 ايام ليش؟ لانه هو عمل التزم عمل صوب مثلا 100% بالمئة. مثلا اواني ومعدات في نفس النقطة بعد انك خلينا نكمل الفكرة طيب تفضل عشان احنا ما نشوش المواطن طيب هلا بعد اعادة تصويب وضع المحل عند معاذ ليش الجهات الرقابيه بتزوره بتعمل له زياره هذه الزياره بتفيد وتم تحرير تقرير فني بتقول انه بعد زياره المحل تم تصويب كذا 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 الملاحظات اللي تم توجيهها له وبالتالي بناء عليه توصل الجهات العليا سواء كانت وزاره الصحه او سواء كانت يعني اغلقته او اوقفته او اخذت قرار انه بناء عليه يتم لا مانع من مزاولته انه اعاده مزاولته مهنته وهذا بشرط أن يبقى ملتزم بإجراءات السلامة الصحية والسلامة العامة وأيضا السلامة البيئية طيب. وتنظم له جولات وبرد أخرى. يعني بيرد باستقيم وضعه طبعا. كما مرة بهمش طبعًا. طيب واللي مثلا الناس تسممت من تحت راسه نتيجة مواد فاسدة سواء عملت لحوم بطريقة ما تم تصريفها للناس سواء عملت دجاج إن عملت أجبان حليب طيب هدول الناس بعد إذنك حتى لو صوب وضعه والناس أكلت هواء بين قوسين تحتيها مليون خط هذول برضه يعني بتيسير الله بتمشي اموره مثلا يعني برضو بيش كمان هذا صديقي اللي, اللي مرض هذا واللي كذا يعني شو نعمل له؟ صديقي هلا احنا خلينا نفصل بين الامور معلش هلا ما اذا نتج حالات تسمم او نتج حالات مرض او حالات حالات اي شيء في هون في الشك القضائي والشك اللي, 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 اللي بيتعلق في تقديم الشكاوى ومتابعه الموضوع قضائيا ومن ثم في هناك يعني مسموح انا ما حكيت مسموح لا انه مسموح انه مثلا حد يتابع اذا ثبت انه من هذا تمام من حق كل مواطن ان يذهب ويشتكي نعم من حق كل مواطن ان يقدم شكوى م. من حق كل مواطن ان يقدم ملاحظه م. من حق اي اي مواطن او اي واحد يتوجه للجهات الرقابيه يقول عندي واحد اثنين ثلاثه اربعه ولكن بده يثبت هلا احنا ما بنطلب المواطن كاثبات بس ممكن نطلب مواطن المواطن معلومه اولا واحنا بنثبتها وتحراها بس بده يروح على القضاء بده يثبت طب. يعني بده يثبت بتقول لي انت واحد سمم بده يجيب تقرير طبي مزبوط طيب الناس من, من يشاهدك في مساحة الرابعة بإذنك شو بتحكي لهم حدا عنده مثلا بيعرف معلومة معينة بيحكي لك أنا بعرف معلومة مهمة ولكن بخاف إذا بدي أحكيها إنه ينتشر اسمي وينعرف و... وإشي أول... و... زي هيك تفضل حل. أشوف لكل مواطن وكل من يسمعنا وكل من يشاهدنا كل من يسمع فيما يجري الم... المعلومة سرية والمعلومة مضمونة ومكفولة بعدم نشرها وعدم نشر في اسم من عدم نشر اسم المبلغ وارقام التواصل 132 او عبر الصفحه الرسميه للضابطه الجمركيه اللي هي الصفحه الرسميه للضابط الجمركيه وايضا اذا يا سيدي هو خايف بدوش بلغنا يبلغك واعطينا معلومة احنا جاهزين من خلال الاعلام احنا جاهزين ما عندنا مشكله او بابنا مفتوحه الهدف وشعارنا الاساسي هو تحقيق الامن الغذائي والصحي للمواطن الفلسطيني تحقيق الامن الاقتصادي الموضوع مرتبط بسلتين امن وصحه امن واقتصاد بالتالي بالتالي هذول المفهومين او القضيتين او 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 الحكمتين مربوطات في بعضهم بعض. لا يمكن تحقيق احداهما بدون الاخرى ولهيك احنا ابنعنا بجميع الجهات المختصه الرقابيه الاجهزه الامنيه المؤسساتيه على تحقيق وتوفير الامن هذا ينطبق وقارنه بالاقتصاد والصحه ينطبق بالشق الاخر موضوع اللي هو الوقود المهرب ومحطات الوقود المهربه والى ما هنالك في كل شيء في كل شيء البعض بيحكي مثلا انه يا عمي هاي والله العظيم انها يعني البنزين مرتب وصبابه بين قوسين ويعني بس بدهم يدفعونا بزياده جمارك على حي، على على قولتك انه لو انه صبابه مم. لو انه صبابه أوه. ممكن يعني و... ليه ما في الداخل المحتل؟ ليش الاسرائيليين بيهربوا لعنا؟ اذا انه صبابه هل تعلم يا معاذ انه هذا المحروقات هذه تكون رسبت في ال... في ال... الفحوصات المخبريه او الفحوصات الخاصه بالمهي... بالمصفات والهيئه وبالتالي يتم تهريبها لهون السؤال الثاني لماذا هذه المحروقات يعني اذا كان سعر المحروقات الرسمي والسولر الرسمي في الداخل المحتل في اسرائيل يباع باعلى من الاراضي الفلسطينيه فكيف هذا يباع بنصف السعر بالتالي في اكثر من علامه سؤال ودورك انك تطرح وتفتح هذه علامات السؤال وتسال ليش أنا ما يزعلش ولا يعتب علي حدا اخيرا حدث. من المحطات الوقود هل هذه فقط لا يعني ما بتم يعني طبعا كل احترام لكل محطات الوقود ما بشكك احد فيها اطلاقا مم. مم. ولكن فقط هاي بتروح على هون وتروح هون وبتم يعني خلطها في مثلا في عند كيف البعض كيف وكذا كيف يبقى يعني يبقى هون مثلا بنزين مش مزبوط بنخلط مع بنزين مزبوط وهيك ولا لا طب هو ما دام احنا بنحكي عن محروقات مهربة مغشوشي غير مطابقه للمواصفات اذا هي ممنوعه وفي طيب. وفي عمليا يعني تم ضبط اماكن مشاغل لعمليه خلط السولار بالزيت المحروق بالمواد نعم. ال إيه؟ الثقيله وتبعتوه. حتى للزياده نعم وتم ضبطه واغلاقه وتابعته طيب هذا ملف كبير يشكل يشكل يعني ما دام احنا يعني احنا شوي رحنا على موضوع الامن الغذائي والصحي وايضا لا يكل لا يكل خطر وضرر عن موضوع الامن الغذائي طيب. لانه هذا شكل خطر على البيئه شكل خطر على على صحه المواطنين وعلى على سلامتهم طيب. وعلى جيوبهم انا بدي أيضاً. المقدم لؤي بني عوده اشكره جزيل الشكر ومشاهدينا الكرام حاولنا ان نضيء قليلا على هذا الموضوع من اجل ان نقف على حيثياته دون افراط ولا تفريط ابقوا معنا مشاهدينا الكرام هذه المرة ننتقل مباشرة للمهندس بهاء صوالحة رئيس قسم صحة البيئة في مديرية صحة رام الله يعطيك ألف عافية سيد الكريم أنتم مسؤولين مسؤولية مباشرة عن الرقابة على المطاعم والتراخيص والمصانع والمياه وكل ذلك كيف بتقيم الوضع؟ يعطيك العافية احنا في مديرية صحة محافظة رام الله والبيرة وتحديدا قسم صحة البيئة في خمس شعب في القسم هي شعبة مراقبة المياه وشعبة مراقبة الأغذية وشعبة الحرف والصناعات وشعبة الشكاوى الصحية وشعبة مكافحة الحشرات والقوارض. شعبة الأغذية تهتم في الرقابة على كافة المنشآت الغذائية بكافة أنواعها سواء المطاعم، المخابز، البقالات الحلويات الافران المصانع فعلا بتكون الرقابه عليهم كلهم نعم. على المخابز والمطاعم نعم هلا نعم. في عنا برنامج دوري للرقابه على المنشات الغذائيه بتم زياره هذه المنشات الغذائيه في مواعيد معينه ضمن برنامج احنا عاملينه بتم التحقق من تطبيق الشروط الصحيه والبيئيه داخل هذه المنشات وبنعزز هذا الحكي بانه ناخذ عينات للفحص المخبري سواء الفحص المخبري الميكروبي او الكيماوي في مختبرات التابعه لوزاره الصحه اللي مختبر الصحه العامه المركزي. ولكن بعض المنشات يعني وخصوصا تحديدا المطاعم هي مطاعم في محافظه رام الله والبيري يفوق عددها ال 600 مطعم فاحيانا الزيارات بتكون متباعده ولكن هذا لا يعني انه احنا في عندنا تقصير في زياره هذه المنشات على سبيل المثال بدي اخذ مطاعم الفلافل مثلا نعم اللي هو الزيت في رقابه عليه ولا لا؟ نعم يتم باستمرار وعند كل زيارة للمطاعم بيتم سحب عينات زيت عشوائية لغاية الفحص الميكروبي والتأكد من صلاحية هذا الزيت للاستهلاك ولا لا وتم اختار بعض المطاعم بسبب رسوب أو بسبب عدم مطابقة نتيجة فحص الزيت للمعايير والتعليمات الفنية المعمول بها في هذا المجال خلينا نحكي المخابز في عليها رقابة نعم صحيح بتم زيارة المخابز وبتم في عنا نموذج كشف يتم تعبئته يختص في مجال الشروط الصحيه والبيئيه اللي داخل المخابز، بالاضافه يتم سحب عينات من هذه المخابز سواء كانت طحين لغايات التدعيم، ويتم فحص نسبه ايضا الملح في الخبز للتحقق من مدى مطابقته. كل والتلمة. المخابز؟ نعم، جميع المخابز حسب برنامج الزيارات. طيب لما احنا بنحكي انه المواطن يعني هل يحق له ان يثق بالاجراءات كثير ولا يضل خايف؟ لا احنا بنطمن المواطن انه احنا قايمين بدورنا على اكمل وجه ولكن اكيد في بعض التجاوزات لا تذكر يعني مقارنه مع حجم المنشات ومقارنه مع الاجراءات اللي احنا ماخذينها بعض هذه المخالفات اللي بيتم تداولها احيانا هي ما بتعكس الواقع الموجود فيه يعني مش كل منشاتنا الغذائيه زي هذه المنشات المخالفه اللي بيتم نشر تقارير عنها في مواقع التواصل الاجتماعي يعني خلينا نحكي انه مواقع التواصل الاجتماعي او الناس الها مبرر انها تخاف ولا لا بعد اللي بتشوفه بعد الصور اللي بتشوفها بعد الفيديوهات اللي بتشوفها الها خوف الها مبرر ولا لا هلا إيه اذا ما ناخذ في يعني الاعتبار هذه الحاله لحالها فهي الها مبرر انها تخاف ولكن اذا ما ناخذ المجمل المنشات الغذائيه الموجوده في المحافظه ما في داعي للخوف ما في داعي للقلق اما اذا اخذنا هذه الحاله وركزنا عليها هي لا تعكس الا نفسها لا تعكس المحيط الموجود فيه يعني تختلف عن المنشأة اللي جنبها وعن المنشأة اللي في هذه المنطقة وعن المنشأة اللي في منطقة أخرى مختلفة عندنا حجم منشآت كبير جدا عدد المخالفات هي معدودة مقارنة مع حجم المنشآت فهذا لا يعكس الواقع الموجود عن هذه الحالة إمكانيات المتابعة بشكل يومي موجودة عندكم ولا لا؟ إحنا كل حالة طارئة بتم متابعتها أي رسوب للعينات بالفحص المخبري او اي مخالفه في اي منشاه غذائيه يتم مطابقه يتم متابعتها لحين تصويب الوضع او احاله الملف الى النيابه في حال لم يتم تصويب الوضع حسب الشروط والمعايير اللي بنشتغل فيها. كلكم تنزلوا ميداني يعني ميداني كلكم؟ جميع المفتشين شغلهم ميداني وكلهم حسب اختصاصه، يعني مفتشين الاغذيه بينزلوا على المنشات الغذائيه و بعض المفتشين بينزلوا متابعه المكاره الصحيه وفي عندنا ايضا مفتشين بنزل كمان بتابع موضوع مكافحة الحشرات والقوارض فكلهم حسب اختصاصه. طب كل واحد من هدول يعني يقوم بواجبه في إمكانيات معكم إمكانيات؟ هي الإمكانيات موجودة ولكن هو النقص في الكادر البشري مقارنة مع حجم المنشآت الموجودة في هذه المحافظة ومع ذلك بتسكروا مطاعم بتسكروا؟ ومع يعني ذلك يعني قايمين في دورنا حسب الإمكانيات الموجودة عندنا يعني وحسب الكادر البشري الموجود طيب يعني شو رسالتك اليوم للمشاهدين للناس رسالتك للي بتابعوا ورسالتك لمساحة حرة تحديدا اصحاب المطاعم رسالتك للمواطن وللمستهلكين. رسالتنا للمواطن انه احنا جاهزين نتلقى اي شكوى من المواطن فيما يخص اي مخالفه في مجال صحه البيئه اثنين بنطمنوا احنا انه بنزور المطاعم باستمرار وبنزور المنشات الغذائيه باستمرار والوضع فيها مطمئن مع الاخذ في الاعتبار انه هناك بعض المخالفات ورسالتنا للتجار واصحاب المنشات الغذائيه احنا هنا لمساعدتهم وليس ل الغذائيه المصانع الغذائيه كمان عليها رقابه البان مش البان صحيح مصانعنا الغذائيه باستمرار عليها رقابه هنالك زيارات شهريه لمصانع المواد الغذائيه في محافظه رمل والبيري بالاضافه الى ذلك ايضا المياه المعبئه ومصانع المياه المعبئه هنالك عليها رقابه ويتم زيارتها شهريا بشكل منظم المهندس بهاء صوالحه رئيس قسم صحه البيئه شكرا جزيلا لك شكرا لك يعطيك العافيه مشاهدينا الكرام في الجزء الاخير من هذه الحلقه من مساحه حره والتي تحدثنا فيها عن الرقابه على الاسواق والمطاعم والمحلات التجاريه الغذائيه وغيرها، هذا يقودنا الى الحديث حول موضوع الصحه مع مدير عام مديريه صحه رام الله والبيره الدكتور وائل الشيخ، دكتور وائل شكرا لك طبعا ويعطيك الف عافيه. دكتور لما بنحكي احنا على الرقابة على الأسواق وبنحكي على الرقابة على المطاعم وعلى الأغذية وصحة البيئة وإلى ما هنالك. الصحة عندكم هون لها دور كبير في هذا المجال. كيف بتتابعوا هاي القضايا؟ يعني أولاً يسعد مساك ويسعد مساء كل المشاهدين. احنا مديرية الصحة هي مديرية من 14 مديرية موجودة في المحافظات الشمالية. في كل مديرية في قسم خاص بهذا الموضوع اسمه قسم صحة البيئة احنا في قسم صحة البيئة في محافظة الملا والبيرة وعلى مدار سنوات نعمل على كل المنشآت الغذائية أو المكاره الصحية أو فحص المياه سواء كان بالشبكات أو بالآبار ولكن في هذا العام ركزنا او اعطينا الاولويه للتعامل مع كل المنشات الغذائيه وعددها في محافظه يعني انتم مش بس فقط في موضوع اللي هي الرقابه على المطاعم والمصانع الغذائيه وكذا انتم ايضا على كل شيء له علاقه في له علاقه بصحه البيئه والانسان نعم صحيح طيب احنا عندنا في محافظه مروه والبيره آه 1300 منشاه غذائيه ما بين مطعم ما بين مخبز ما بين حلويات ما بين مصانع يعني 1300 منشاه غذائيه احنا بشكل دوري ويومي ساحه البيئه تقوم بجولات ميدانيه حتى هذه اللحظه من بدايه عام 2018 تقريبا عدد الجولات الميدانيه اللي قامت بها ساحه البيئه 2600 زياره 2600 زياره قمنا باخذ تقريبا 1300 عينه من المطاعم سواء كان الاكل السلطات كل ما تدخل على جوله بتاخذوا من العينه نعم من صحيح ناخذ عينات وبنبعثها على 1300 منشاه 1300 منشاه احنا حتى هذه اللحظه تقريبا ماخذين 1300 عينه وبالاضافه ل 1000 عينه مياه يعني احنا بنحكي عن المطاعم 1300 عينه هذه العينات بنبعثها احنا للمختبر الصحه المركزي عندنا في وزاره الصحه وتقوم فحصها سواء كان الفحص كيماوي او بكتيري حسب نوعيه العينه الماخوذه العام 2017 بصراحه يعني قمنا بعمل دراسه مع نهايه عام 2017 وكانت نتيجه العينات اللي اخذناها من المطاعم ككل يعني نسبه التلوث ما كنا راضيين عنها لهذا السبب كانت تعليمات معالي الوزير الدكتور جواد عواد الله الله والاخ الدكتور كمال الشخره مدير عام الرعايه الصحيه الاوليه باعلان ان عام 2018 ان يكون عام للسلامه الغذائيه ونعطي الاولويه لهذا الموضوع طب لما احنا بنحكي يعني انتم بتاخذوا عينات، هذه العينات تؤخذ من كل مكان بتدخلوا فيه، هذا هو مهم جدا، يعني تاخذوها من المطبخ، تاخذوها من المكان نفسه. نعم صحيح. طيب، بعد ما يتاخذ بتعملوا لنا فحوصات، غير موضوع المي خلينا نحكي. نعم. هل انت راضي كمدير عام للصحه، راضي عن المطاعم بشكل عام، ولا انتم بدكم تركزوا اكثر بهذا الموضوع؟ إيه بصراحه احنا في العام الماضي ما كنا راضيين عن النتائج. ولكن هناك تحسن كبير ملحوظ في هذا العام بموضوع المطاعم. يعني اصحاب المطاعم قاموا بترميم بتاهيل بعد تاهيل مطاعمهم بلشوا يهتموا بموضوع بموضوع التعقيم وموضوع كل هذا الاجراءات يتبعوه. اجراءات السلامه نعم كل هذا يتبع احنا جهه اختصاص في هذا الموضوع طب سمعنا انكم اغلقتوا عدد من المطاعم بعدين صوبت اجراءاتها وردت وردت فتحت ما بتحدث فقط بس عن المطاعم بتحدث عن منشات غذائيه نعم آه آه يعني لما تسكروا او تغلقوا مطعم او منشاه غذائيه يعني لها علاقه بصحه الناس احنا مش ضروري انه كل الاجراءات تكون موضوع اغلاق يعني احنا بنحكي عن 160 اجراء اختار تم اخذها ببعض المنشات الغذائيه 160 في عندنا 11 قضيه حولت الى النيابه منها ثلاث منشات اغلقت بناء شو السبب دكتور وائل اما تلوث او عدم الالتزام بالشروط الصحيه اما بكون تلوث في الاغذيه او عدم البعض يتهمكم من التجار اللي لهم دخل بموضوع المواد الغذائيه انه انتم كثير صارمين لدرجه انه يعني انتم بتزيدوها شوي بصراحه يعني احكي يعني احدهم قال انه الدكتور وائل او المديريه في رام الله شوي صغيره يعني حنبليين على الاخر يعني اذا يعني مرات بتشدوا كثير 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 على على الناس يعني انا ما بحكي لك عمالي انه احنا ماخذين 160 اختار مش بعتين منهم للنيابه الا 10 اعتقد انه ما بنشدش كثير هذا واحد رقم اثنين احنا راح دورنا من اتجاه انه ال... احنا ما بناخذ بس مجرد انه ناخذ عقوبات احنا رحنا باتجاه ولاول مره بعام 2018 بحكم ان اعلنا ان هذا العام هو عام للسلام الغذائيه رحنا للموضوع انه ناخذ ايدنا بايدهم لاصحاب المطاعم ونثقفهم ونعلمهم على طريقه التعقيم والاجراءات اجراءات السلام العامه حيث قمنا بورشات عمل لاصحاب المطاعم عملنا خمس ورشات عمل ل 500 مطعم نعم عملنا خمس ورشات عمل ل 500 مطعم لحتى هذه اللحظه في في فايده من الابتكار نعم طبعا وانا جايك بالحديث آآ آآ خمسمائة 500 مطعم صرنا عليهم ورشات عمل واعتقد هم نفسهم كلهم بيقولوا انه كثير استفادوا من هذه الورشات، كانت ورشه عمل تبلش من الصبح للعصر يكون فيها عشر محاضرات إلى علاقه بالتخزين والتعقيم وطريقه التعامل والاجراءات السليمه بحيث الوصول الى منتج سليم و وامن. بالاضافه الى ذلك عملنا ورشه عمل لكل العاملين في مطابخ مطابخ الاجهزه الامنيه كمان رحنا وتوجهنا للمستشفيات الخاصه وجبنا اللي بيشتغلوا في مطاعم المستشفيات الخاصه وعملنا لهم دوره تدريبيه وتثقيفيه شو الهدف من هذا الحكي انه نحاول نحد من موضوع العينات الملوثه انه ننزل من النسبه اللي كانت موجوده بحيث انه نروح باتجاه نجحتوا نعم نجحنا وهي في التغير ملحوظ على وجه الارض وهذا كله بين معنا في العينات يعني ولكن احنا بعض المواطنين بيشكوا هون او هناك بانه احنا كثير صارمين لا احنا مش صارمين ولكن احنا حنكون صارمين بامانه يعني حنكون صارمين بعد ما احنا جبناكم على الورشات وعلمناكم شو لازم تعملوا ولازم لا اوكي اعطيناكم اللي قلنا اللي لكم عنا احنا علمناكم اياه ورحنا باتجاه التدقيق ولكن هذا الموضوع موضوع بخص صحه البني ادم صحه الانسان ما في تهاون فيه انا بتهاون معك باي امور اجرائيه ولكن بامور الصحه لما تكون العينات عندك ملوثه لا ما في تهاون يعني في كانت عينات ملوثه فعلا نعم ملوثة طبعا واخر فتره المطعم اللي تم اغلاقه كان في تسمم فيه يعني في اربع حالات وصلت لمجمع فلسطين الطبي وتم اغلاق هذا المطعم بناء على حالات التسمم وكنا احنا واخواننا في شرطه محافظه رام الله شركاء في هذا الموضوع ورحنا احنا على المطعم واخذنا عينات مع بعض طب و... كيف كانت ح... كيف كان حال المطعم او المطبخ؟ يعني الصور اللي طلعت الحقيقه بين قوسين بشكل عام يعني بصراحه مش يعني اطلاقا مش مناسبه لا هاي مش في رام الله الصور اللي بحكي بشكل عام, عام بحكيش آه انا نعم على رام انا بحكي بشكل عام بشكل عام آه؟ لا في الفتره الحاليه في الفتره الاخيره لا في في تصويب الوضع عندهم كله كان كثير ممتاز اعتقد انه المظهر الخارجي هو كثير جيد ولكن احنا بنعتبر حالنا ونحن بنطمن المواطن الفلسطيني وبنقول له انه لن نتهاون مع اي لعب في هذا الموضوع احنا نعتبر حالنا في مديريه صحه محافظه رام الله والبيري العين الامنه في داخل المطبخ في داخل المطعم يعني انت بتطمن بال... الساده المشاهدين مش بس عن رام الله احنا نحكي بشكل عام نعم طبعا بتطمنهم نعم بتطمنهم يعني بعض احنا احنا بتطمننا طب كيف كل يوم بت... يعني بيتم ضبط ناس مش ملتزمين بتعرف انت هذا اول شيء احنا مش يعني لما تحكي عن 1300 منشاه غذائيه بتحكي عن في نعلين وفي شقبه وفي بالعين وفي اخر الدنيا طبعا الوصول لهم مش كل يوم ولكن عندنا احنا لما بيكون في عندنا اما شكوى نتوجه الى فورا او ضمن الزياره الميدانيه الروتينيه وبناخذ عينات وبنشرف على المطاعم وبنشوف انه هو الوضع عنده حسب الشروط ولا لا ولما يكون في خلل اما بنعطي انذار بنعطي اخطار او بنبعث للنيابه او بنغلق حسب الوضع يعني حسب انه يعني منشآت أغلقتها. في منشات اغلقتوها في منشات اغلقت على الواقف، احنا في عندي 11 منشاه احنا اوقفناها كمديريه صحه، اوقفناها على العمل لحين تصويب الوضع، ما بعثنا فيها للنيابه، احنا اوقفناها واللي بعثناهم للنيابه اللي بعثناهم للنيابه في ثلاث منشات اغلقت وفي بعض ال... بعض الاجراءات عن طريق نيابه الاجراءات الاقتصاديه يغرم يعني في يعني حسب كل حسب نوع جرمه خلينا نحكي طبعا طب فرضا اعتقد بانه هذا الموضوع موضوع حساس وموضوع يعني هو بهم المواطن الفلسطيني يعني, نعمل انا بالنهايه لما انا بدي اروح اروح على مطعم انا بدي اكون مطمن انه هذا المطعم مفحوص هذا المطعم عيناته تفحص بشكل دوري ال 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 العينات اللي انتم حضرتك اخذتوها كطاقم يعني هي كانت فعلا ملوثه كثير ولا ملوثه شوي ولا ملوثه هي خلص تطلع العينه ملوثه بنسبه كذا بعد بعد الطبيعي يعني النتيجه بتكون طب لحد الرقم تكون يعني الاغلب بيكون عد... تعامل تعامل العاملين في المطعم مش كما يجب عدم غسل الايدي كما يجب عدم لبس الجلافز كما يجب اه... التعامل مع ال... مع ال... مع المنتج ما من منغسل... يعني ما بتعقم صح الخضرة ما بتنغسل بطريقة الصح ما بعقمها بطريقة بالطريقة الصح اه... عدم استخدام مثلا ال... اه... ما كانت اللحمة معروف إنها للحمة ال... الجبن للجبن. ما كانت للحم. الجبنة للجبنة ما سكينة اللحمة للحمة سكينة الجبنة للجبنة هاي للخضرة يعني بيخلطوا بين كل هذا نعم كمان. هذا كله بيكون في خلل في التعامل مع ال... مع المنتج طب علاقه الناس معكم لما يكون يعني الناس تثق انه بتحكي لكم معلومه معينه وما بتحكوا انه فلان حكى لنا لا لو في طبعا كليا موجود طبعا ولا في بتجينا شكاوى بنتوجه فورا بنفس الدقيقه يعني انا ببلغ صحه البيئه بتوجهوا فورا فريق صحه البيئه وين بتكون في الشكوى بنتعامل معها بشكل جدي وبناخذ اجراءات فوريه فلان مثلا يرث وفلان لا يرث ما فيش عنا هذا مش موجود في الله ومش موجود في الضفه فيش القانون فوق الجميع وهذا الموضوع زي ما حكيت لك يعني يا اخي معاذ انه لا تهاون فيه هذا الموضوع بيخص انتم بتعطوا تراخيص انتم بتعطوا تراخيص مثلا انه الصحه انه هذا يحق له انه واحد اثنين ثلاثه احنا بنعطي هو احنا شركاء في كثير مع بلديات في الحرف والصناعات يعني اي بني ادم بده يفتح مطعم بده يقدم للبلديه، البلديه بدها الفحص البيئي فتوجه لنا كتاب على اساس انه طواقمنا تنزل تفحص هذا المطعم انه ملتزم بشروط الصحه البيئيه ولا لا وبناء عليه باخذ الحرف والصناعات وتتوقع وتنختم الحرف والصناعات من عندنا ومن البلديه هذا دورنا في موضوع الترخيص للمطاعم طب لما احنا نحكي مثلا في منشات او مصانع غير المطاعم مصانع غذائيه ايضا في رقابه عليها طبعا بناخذ عينات منها وبناخذ عينات كيميائيه بحكم انه احنا اي مصنع له علاقه بالغذاء نتاكد من المواد الحافظه اللي داخل هذا المنتج حتى المواد الحافظه كمان طبعا تتكلم. وهذا بروح على الفحص الكيميائي الكيميائي يعني في عندنا فحص إيه ميكروبي اللي هو باغلبه بيكون للعينات السلطات والاكل الموجود في المطاعم وفحص كيميائي اللي هو له علاقه في الزيت له علاقه في المعلبات المواد الحافظه سواء كانت في العصير مثلاً؟ طبعا ناخذ من الزيت احنا في عندنا تقريبا 1000 عينه ماخوذه من الزيت 300 عينه عفوا 300 عينه تقريبا عيني. كل كم تاخذوا من الزيت يعني بشكل هذا بشكل دوري بشكل دوري يعني أحكي لك انه 300 عينه يعني يعني من فترة لفترة بتعرف إحنا المختبر اللي الصحة عليه ضغط كبير يعني من كثر العينات اللي بتطلع من عندنا إحنا العام 2017 يعني هالكين المفترض. هالكين إحنا 2250 عينة العام يعني مش بسيطة 2250 عينة بس موضوع فإلا الفحص الميكروبي بالإضافة لعينات المياه اللي بناخدها بشكل روتيني من الشبكة ومن الآبار ومن الخزانات سواء في البيوت وإحنا في الفترة الأخيرة بنركز على الخزانات الموجودة في المدارس وبنأخذ منها يعني عينات من على كل شيء نعم موضوع الشكاوى لها علاقة بالمكاره الصحية جوا الامتصاصية والى اخره طيب كله حضرتك انه هل هذا في كل المديريات ولا بس مديريات نعم هل... شادين شوي؟ لا احنا كل المديريات بس احنا حكوا لنا انه حضرتك هون يعني آه بجوز حكم رام الله انه فيها عدد من الشكاوى حكوا لنا انه بعض المطاعم اشتكت انه انتم كثير شديدين وانا بقول لهم انا رح انشد بزيادة يعني انا لا اخجل من هذا الموضوع إذا في عندي يعني خلل يعني بقول لك شيء بسيط يعني بسكر المنشأة بيعمل لا يعني, يعني تخيل هالكلمة رام على مدار سنتين سكر فيها أربع مطاعم يعني وين الاغلاقات 1300 منشاه مسكرين اربع مطاعم احنا فرما الله حطوا عليهم اجراءات كثير كبيره طب ايش طبيعي هذا الموضوع له علاقه بصحه المواطن بده يكون في اجراءات طبيعيه وهذه المطاعم تخش في الكلمه يعني احنا خلينا نحكي وبكل صراحه هذه المطاعم لو إن وجدت هاي خارج خارج فلسطين في اوروبا هاي تغلق هاي تغلق المطاعم ولكن احنا نتعاون معهم ضمن الموجود انا يعني ما اسكر كل المطاعم الضفه الغربيه ضمن المساحه المساحه الموجوده عندنا يعني هذا اذا بدك تيجي تاخذ هذا الشرط اللي بتعاملوا فيه في اوروبا بتسقط المطعم هذا من اي ناحيه من ناحيه المساحه فقط مم. يعني مطعم 2 متر ب2 متر بسووا فلافل هذا لا يجوز مش موجود هذا في اوروبا لا نتعامل ضمن المتاح والموجود احنا بنحافظ على اقتصاد البلد وبنحافظ على تجار البلد واحنا ما راح نجلد البلد وانا مثل ما بحكي لهم دائما في دوراتنا بانه بجوز بجوز في مطاعم اكبر من عمر والدي يعني 60 و70 سنه عمر المطعم ما بيجيش انا بجرد كلام بغلق مطعم وبقطع رزقه الا اذا اضطرينا لهذا الموضوع واحنا من كله يا اخي انا لا معني اسكرك ولا انت معني تسكر فحص الزيت يعني تبعين الفلافل بالذات الزيت المكرر او كذا بعضهم بضل يغلي فيه من او بضل يعني واكون معك من بكل الصبح صراحه صباحا لحتى ما بعد المنتصف الليل اللي وانا أقول معك بكل صراحه احنا لم نغلق لحد الان اي مطعم له علاقه بالتلوث يا سلام نعم ولا يعني في عينات رصبت خلينا اكون معك صراحه أبقى صريح احنا بنعطيه انذار من وجهه ومن كله وبننزل طواقمنا تعلمه طواقمنا يعني اجوا عندنا مطاعم سقطت العينه عنده اول مره ثاني مره نزلنا طواقمنا مهندسين التغذيه هم نزلوا عملوا السلطه يا سلام في المطاعم نزلوا ونجحت قلنا له انت بتاخذ عينه وديها على القطاع الخاص وين بدك وانا باخذ عينه وديها على الحكومه ونجحت معناته وين الخلل؟ الخلل انه العامل اللي عندك مش عماله بيشتغل ضمن الاصول لهذا السبب رحنا باتجاه اللي هي كانت هاي يعني اه تعليمات من معالي الدكتور جواد عواد باتجاه انه نروح باتجاه تثقيف لاصحاب المطاعم وعملنا كمان دوره ل 120 شيف مطعم احنا بالشراكه مع الكيتشن كلب واخذوا شهادات فيهم فهذا الموضوع يعني احنا رايحين فكرة يعني فاتحين دورة طعم. نعم صحيح لانه احنا في النهاية بدنا نخرج من هذا الموضوع كنا احنا في نهاية 2017 امام خيرين اما بدك تسكر نص مطعم البلد او بدك تترك الامور وهذه كانت الى هذا الحد كان الوضع نعم خطير كان الوضع. انا بقول لك نعم كان الوضع خطير لما عملنا دراسة على العينات 2017 كان الوضع خطر نعم نتائج 2017 كانت سيئة أكثر من نص المطاعم كانت لازم تسكر لا مش أكثر من نص المطاعم أكثر مطاعم. من ثلث المطاعم نعم كانت لازم تسكر بالعينات المأخوذة من المطاعم وحالات التلوث لكن الآن هي نزلت بطريقة ملحوظة جدا بعد الدورات التثقيفية بعد الجدية بالتعامل م. وإحنا بنحكي لصاحب المطاعم أنا مش معنى بإغلاقك أنا معنى بتصويب وضعك بالعكس انا معنى بدي ايدي بايدك يا اخو بدي وجبتك على وجبتك عندي انا على الدوره على ورشه عمل كامله تسمع وتشوف وتقرا محاضرات و10 و12 محاضرة كيف تخزن، كيف تعقم، كيف تكون موجود، كيف تلبس الجلافز صح، وهي دورات علمية، واللي ألقوها إلهم أخصائية في التغذية. واللي بيشتغلوا في المطاعم برضه كمان حكيتوا لهم شو اللي لازم يعملوه؟ هم اللي بيشتغلوا في المطاعم إلهم عملنا الدورات. أنت بتحكي عن 500 مطعم صرنا عاملين لهم دورات وإحنا رايحين باتجاه إحنا على كل الأحوال أنا بدعيك لا لا ورشة عمل حتكون ب 2 9 وحنعملها في الهلال الاحمر ل 150 مطعم ان شاء الله انه المخرج بتذكر يا رب 2 9 في عندنا 150 مطعم أه. دورة كمان تثقيفية لاصحاب المطاعم بس انا لما بوصل معك مرحلة انه انت انا اعطيتك تعليمات واعطيتك دورة تثقيفية ودورة تدريبية وديتك على الكيتشن كلب وقلت لك اللي بدك اياه انا حاضر مع ذلك التلوث لسه موجود مع معناته يعني تخيل شو بدي اعمل اكثر من هيك كمان المواطن عندنا غالي المواطن طيب. عندنا غالي، المواطن هو اخوك واخوي وامك وامي اللي بتروح على المطعم، أه فاحنا يعني تخ... واحنا هيك للمواطن وانا بطمن المواطن من هنا وكله برجع بعيد الجمله نفسها، انا بعتبر حالي العين. يعني مش معناته انه انتم ضبطتوا اشياء كثير معناته الوضع خربان، لا هذا دليل نعم انه في متابعه. نعم طيب وانا بحكيها للمواطن انه انا بعتبر حالي كصحه بيئه. في مديرية صحة محافظة رام الله الكبيرة وباقي المديريات بأنه إحنا العين المؤتمنة في داخل المطبخ اللي ما بفوت الزبون هو بفوت بقعد على الطاولة النظيفة اللي مطابق عليها ورد في مطابخ دخلتها كانت آسفة التعبير يعني مش مطابخ؟ نعم كان في مش مطابق وإحنا أوقفناها ممكن ليوم أو ليومين بدون ما نبعث فيه للنيابة لتصويب وضعه ورجعنا تصوب وضعه وفتحناه بدون, بدون ما نحكي فيها يعني طيب يعني تحت لها آه في نقطة مهمة إنه احنا واحنا داخلين في موضوع اخر سريع جدا واحنا داخلين على مديريه صحه رام الله والبيره بتحس حالك داخل على يعني شركه خاصه عاليه المستوى في صوره نمطيه ماخوذه عن المؤسسات الحكوميه انها لا او يعني انه عاديه بسيطه انت وانت داخل بتدخل على شيء كثير مفتخر يعطيكم الف عافيه شو يعني هاي يعني ابها منيحه بين قوسين للمواطن شو الـ كيف يعني أنا منذ إسلامي مهامي كمدير عام لمديرية الصحة تقريبا قبل حوالي العامين والنصف وفي أول زيارة لمعالي الدكتور جواد عواد وبتعليماته وبتعليمات أخونا الدكتور كمال الشخرة إنه نقوم بتأهيل وترميم كل المديرية والعيادات التابعة لها إيه 57 صحة. يعني أول شيء احنا أول شيء يعني احنا والصحة يعني واحد احنا احنا في الصحة ولكن احنا اعتمدنا في هذا الموضوع بشكل قوي على على المجتمع المحلي وبدعم المجتمع المحلي. يعني صار المجتمع المحلي؟ تقريبا يعني 90% بدعم المجتمع المحلي. كم تقريبا المجتمع المحلي تبرع لكم؟ هسه ما هو فيش تبرع بالمال هو كله عيني. تمام عيني. يعني ما بناخذ مال انه انتم بس وراك كيف بدنا يعني اعتقد تقريب. انه اذا اذا بدي اجي احكي عن 50 عياده تم ترميمها في بين جزئي وكلي في في القرى 50 عيادة. وتقريبا من 57 تمام وبالاضافه لهذا المبنى وقريبا احنا عمالنا بدنا من نرمم من الطابق الارضي وبدنا نطلع فوق طابق جديد. اعتقد انه احنا بجوز تقريبي يعني احنا ما بنعرفش كله عيني بس بتنص طيب. ال 5 مليون شيكل تبرعات تبرعات عينيه عينيه نعم. مش مصاري طيب كل الاحترام بعد إنك قبل التسجيل والبث والمتابعه وقبل البث هون كان في برنامج فرجيتنا اياه انتم عملتوه هون لمديريه الصحه لمديريه الصحه شيء جميل جدا وهذا يعني دائرتكم مؤرشفه الكترونيا صحيح؟ نعم تحكي لنا عنه بعد إذنك سريعاً؟ يعني أنا هذا البرنامج هو برنامج اسمه البرنامج المساعد للمدير العام والمشبوك مع كل الأقسام الموجودة في المديرية برنامج محاوسة وكل شيء موجود على السيرفر. كل معاملة بتكون عندهم نعم هو. كل معاملة موجودة في هذا النظام. كم صرامة والله مثلاً كله موجود. بتقدر نشوف بعدين كم مطعم اه بقى هون هسه بيشتغلوا على السيرفر بس انا بقدر اورجيك على شيء ثاني هسه تمام يعني مثلا على سبيل المثال عندي الطب الخاص المستشفيات شفنا كم مثلا مستشفى كم في رام الله يعني انا بفوت لك على الطب الخاص هون اللي هو اللي بنحكي عن اطباء عيادات اطباء عيادات اطباء اسنان عيادات مختبرات 18 مهنه بتحكي عن تقريبا عن 800 منشاه هون عندي السيستم كله موجود فيها الاحمر بعد الاحمر يعني انتهى ترخيصه وقيد الترخيص يعني انتهى ترخيصه السنوي وبجدد ترخيصه السيستم بعطيني لحاله انه انتهى الترخيص اذا تغير اللون مثلا هذا هي ترخيصه مثلا مرخص غير مستلم اجى ترخيصه من وحده الاجازه والترخيص من نابلس طب انت بتقدر تعرف انه ليش مش مرخص لحد هلا ولا ما بتقدر اه طبعا ليش مش ماخده طبعا على الاجراء انا بدخل هون وبشوف شو الاجراء المعمول له هذا الاجراء 14 8 شو التاريخ اليوم اليوم, اليوم. شهر 8 آه المهم استلام ترخيص من وحده الاجازه والترخيص يعني استلمناه على اساس انه بده يجي ياخذه هسا لازم خلال اسبوع يجي ياخذ ترخيصه. <applause> يعني مبين كل شيء عندك. طبعا. طيب هذا موجود في كل المديريات؟ لا هو هسا موجود عندنا هذا از ا بايلوت واحنا قريبا ان شاء الله راح يكون بكل المديريات. طيب كل الاحترام حقيقة لكم آه يعني هذا كل شيء موجود فيه. بس ال يعني شو موجود كمان في هذا هذا الصيدليات مصانع الادويه مستودعات الادويه يعني عندي انا 162 صيدليه عندي 128 مستودع موجودات عندي تقريبا 800 ل 1000 منشاه اللي اللي هي طبيه بين مستشفى لعياده مختبرات الى اخره المطاعم 1300 منشاه موجودات وفحوصاتهم بتكون موجوده وهم شغالين عليه يعني هذا اخر برنامج عمل ابعد من ذلك هذا البرنامج موجود داتا عن كل المحافظه القطاع الصحي مم. العيادات والمراكز في القرى قديش عددها كله موجود في هذا السيستم شؤون الموظفين عملها هون المهام اللي بتطلع يعني من هنا كل شيء انا يعني مش بعزت انه اعطوني ملف او جيبوا لي اي ملف انا كله باي باي دقيقه اي ورقه اجتنا وطلعت حتى لو كانت قبل سنه بركب هذا كل فتره بفترة. كله بقب على سيرفر عندي يعني سيرفر واسع كل شيء عندي سيرفر بس على 10 سنوات ل 10 لقدام <applause> هالامور ماشيه الحمد لله رب طيب العالمين ممتاز شو كلمتك الان لاصحاب المطاعم والناس والمشاهدين يعني انا بعيد وبكرر مثل ما حكيت في ورشات العمل وجوز كثير من اصحاب المطاعم يعني حضروها وانا حضرت كل الورشات وعملت فيها مداخله احنا بنقول لهم بانه احنا وياكم معنيين بترتيب الامور في هذه المطاعم، مش معنيين انه بالجلد او باتخاذ اي اجراء، بالعكس احنا بنعتبر حالنا منا ومنكم وبنعرف انه هذا رزقتكم وانه هذا الوضع يعني مطاعم عمرها سنوات يعني مش بالسهل انه تغلق، المطعم اللي بغلق احنا بنعرف قديش يعني صعب يعود من جديد يبلش يشتغل، لهذا السبب احنا بتنحط الورقه على الطاوله يومين وثلاثه واربعه قبل ما اخذ الاجراء ومن كل شباب في ساحه البيئه انزلوا حاولوا انتم وياهم وشدوا بايديهم وياما شبابنا مهندسين ساحه البيئه ينزلوا على الواقع على المطعم ويعملوا سلطات مع الناس مشان ما نسكر المطعم صحيح. بس بعض الاحيان نضطر في ذلك انا بدي اشكرك جزيل الشكر دكتور وائل الشيخ وحقيقه يعطيكم العافيه انت والطاقة الموجودة هون شكرا جزيلا لك وان شاء الله انه بتكون الايام القادمه افضل مشاهدينا الكرام في ختام هذه الحلقة من مساحة حرة حاولنا أن نركز على نقطتين رئيسيتين، النقطة الأولى على أن هناك متابعة ورقابة والنقطة الثانية على أن ما بعد الرقابة أن تستمر هذه المتابعة إلى ما لا نهاية لأن هذا الموضوع ينطبق عليه درهم وقاية خير من قطار علاج وما ترضاه لنفسك ولأهل بيتك أن تقبله للناس. لان لا احد معصوم من ان يتحول هذا الشيء الفاسد الى من يقوم بترويجه واهل بيته الى اللقاء